مشهد غاب طويلا عن ملاح عدن ويبعث الأمل للإنتاج المحلي بتصدير أول شحنة إلى الخارج والمقدرة ب 550 طنا من الملح الخام، مصدرة إلى جزر السيشال إلى أحد الشركات الكوبري كاف، هذه أحد شركات يعني تعليب الأسماك، والحمد لله يعني وصلنا إلى هذه المرحلة بجهود متضافرة. عامان مر على توقف تصدير الملح بسبب الحرب ومخاوف الشركات الخارجية المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين للبواخر المتجهة إلى اليمن، الأمر الذي أوقف الملاح وهو من أهم الشركات الإنتاجية، إذ يصدر في الظروف العادية أكثر من 30,000 طن في العام. خفت الطلبيات، وهذا بسبب يعني قلة التصدير الخارجي يعني وعدم تصدير الملح إلى المناطق الشمالية بسبب الحرب. مملاح عدن وهو محمية طبيعية تبلغ مساحته أكثر من 1700 هكتار يتميز بالقيمة الحيوية والغذائية للملح المستخرج منه، وتفضله أغلب الشركات الأجنبية. الفرنسيين والأسبانيين ويشتوا الملح عدن بالذات، لأنه هذا يشلونه يعملونه في صناعات أخرى. تتجه هذه الشاحنة المحملة بالملح إلى ميناء عدن لتعطيه دورا تصديريا بعد أن ضاق من مجرد الاستيراد. هنا مملكة الملح محمية الملاح الإنتاجية في عدن تستعيد عافيتها بأول شحنة مصدرة إلى الخارج منذ عامين، والتي ستعكس صورة إيجابية للشركات الخارجية لتستورد من إنتاجنا المحلي. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.